تلزمهم بقرارها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. فعلت دوحة العربي بالأمس بلايف، صرحت من خلالها إنه سفرة دبي اتأجلت بعد 4 سنين، وصرحت دوحة إنه هي ما راح تضل تحكي مشاريعها القادمة إلا لما تتحقق، وكانت دوحة كتير معصبة. أيضا يذكر إنه تيكتوكر ميكس حاليا متواجد بدبي مع أصدقائه عبسي. مانيش ماشية لدبي، مانيش ماشية لدبي طو يا جماعة طو، مانيش باش نقول لكم حتى شيء، اي حاجه نقولها تبطل، مانيش باش نقول شيء طو. كي نمشي تشوفوني في الباص دبي مانيش مشيت لها اللهم بعد 4 سنين. باهي باهي واحد تونسي قال لي معاك ما عمل ياغورت. والله معاك حق. والله اللي يقولها تبطل يا وخيتي، الحاج اللي يقولها تبطل منو هذا يا زيني.